حكومة متعثرة لم ترى النور بعد واقتصاد منهار وأزمة سياسية لا تزال تراوح مكانها وسط صراعات الزعامات الذي لا ينتهي هذا واقع لبنان حاليا واقع حرك أكثر من مئة شخصية لبنانية من المجتمع المدني لإرسال رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تدعوه فيها للتحرك لتفكيك ما وصفته الرسالة بالمافيا السياسية والاقتصادية المسؤولة عن البؤس والجوع وانعدام الأمن الذي يعاني منه الكثير من اللبنانيين وبالفعل استجابت باريس لتعلن ما وصفته بالفرصة الأخيرة أيام قليلة منحها وزير الخارجية الفرنسي جان إفلودريان للساسة اللبنانيين ذلك لتغيير سلوكياتهم متهما إياهم بارتكاب جريمة بحق بلدهم وأهمال المصلحة العامة للبنان في سبيل تحقيق مصالحهم الخاصة وفي الوقت الذي طالبت فيه الشخصيات اللبنانية المئة ماكرون بفرض عقوبات لتجميد أصول السياسيين والاقتصاديين اللبنانيين وعد الأخير بالتحرك بشكل ملموس لمعالجة الأزمة وهو الذي دعا إلى تغيير جذري في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت العام الماضي في ساحة الساسة اللبنانيين تواصل تبادل الاتهامات عن الأزمة الحاصلة توازيا مع رفض رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عقد لقاء افتراضي في قصر الإليزي بينه وبين جبران باسيل صهر عون وحليف حزب الله مؤكدا أنه لن يناقش التشكيلة الحكومية إلا مع الرئيس عون نفسه في اشارة يقول مراقبون انها رفض واضح لتعويم باسيل واعادته للمشهد وقطع للطريق امام اي حكومه حزبيه تعيد الامور للمربع الاول في بلاد لم تعد تحتمل مزيدا من الازمات وتريد الانعطاق بعيدا عن الساسه الذين يقاومون التغيير الذي يريده الشارع ويرونه تهديدا لمصالحهم